أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى غرفة الأخبار وفقرة جديدة، فقرة ضيف الغرفة. إذن في موضوعنا لهذه الفقرة: كوارث وأزمات من زلازل، حروب وأيضا إرهاب الطرقات، كلها قد تؤدي بالفرد إلى الدخول في أزمات وصدمات نفسية تتطلب العلاج للشفاء من أثارها والخروج من الأزمة بأقل الأضرار. للحديث حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالدكتور حسام زرمان الإخصائي النفسي والذي يلتحق بنا عبر تقنية سكايب. صباح الخير دكتور، أهلا بك. صباح الخير عليك سيدتي، صباح الخير على كل المتتبعين، جعل الله هذا اليوم خير علينا وعليكم إن شاء الله. شكرا لك دكتور. اختلفت الكوارث واختلفت الأزمات من زلازل، حروب، أيضا حوادث المرور المميتة التي تشهدها اليوم طرقاتنا. باختلاف هذه الأزمات، ما هي الآثار السلبية النفسية على الفرد بعد هذا النوع من الأزمات؟ نعم سيدتي، أول شيء الأزمات الطبيعية هي منذ القدم، يعني منذ ملايين السنين، وهي تؤثر على الإنسان حتى أصبح الإنسان يتكيف عليها أو يحاول أنه يجاريها ويتماشى معها. الكوارث الطبيعية لم يستطع البشر إيقافها، وإنما غيروا من أنفسهم باش يواجهوها، ولكن هذا التغيير ما لمسش كل الناس، كاين اللي لمسهم بجانب انه يفهموا طبيعه الكارثه ويواجهوها، ولكن كاين اناس عندهم نقاط ضعيفه في المواجهه في الكوارث. بالطبع قديما كان الانسان في الكوارث يدير الكر والفر، ولكن الان اصبح ما عندوش الكر والفر. واش نقصد بالكر والفر؟ انه يبقى دائما يهرب من الطبيعه، ولكن الان تحتمت عليه انه يعيش في الطبيعه، والطبيعه فيها كوارث وفيها احداث وفيها اشياء كثيره، وزيد لها قضاء الله وقدره سبحانه في هذا الجانب. ولكن الانسان في مواجهته للكوارث في بعض الاحيان يتعب نفسيا، خصوصا في كثره الازمات وكثره الحروب، وخصوصا في بلادنا الحوادث السير، لانه منتشره حوادث السير بشكل كبير، لانه حوادث السير تؤثر على نفسيه المواطن بشكل واضح. نسمع كل يوم يعني وفيات 2 إلى 3، وفيات إلى 4 وفيات في الطرقات، يعني ما يعني بالرغم أنه وجود أزيد من ذلك. دول أخرى تعاني من الحروب، دول أخرى تعاني من الزلازل كما حدث لأخواننا السوريين والأتراك. أيضا الكارثة لازم الإنسان أنه يواجهها بشكل واضح على التعديل النفسي، لأنه الجانب النفسي هو أهم شيء في بداية مواجهة الكارثة، بغض النظر على مختلف الكوارث. ولكن في مواجهة الإنسان للكوارث يصرى له بعد هذا الصدمة أو هذا المشكل أو هذا الكارثة شيء يعرف باضطراب ما بعد الصدمة أو قلق ما بعد الصدمة أو توهم الصدمة، وهذا هو الخطر الحقيقي لتبعيات هذا الأزمة المختلفة، كانت طبيعية أو حوادث سير أو حروب أو كذا. المواجهة لهذه الأمور قد تضعف في ناحية معينة، ولكن نرجع إلى الدراسات السابقة في الجزائر، خصوصا في زلزال اللي حدث في الشريف وحدث في بومرداس، كانت هناك دراسات نفسية على حالة الناس الجزائريين، ونشفي عليها كحديث، يعني الناس اللي قالوا أنه كان زلزال ضرب قسنطينة كان يعني مش بالشدة هذيك القوية، ولكن كان أثر في نفسية الناس. وسمعت كلام تاع القدماء قال لك باللي بتنا شهر برا، يعني من هذيك الأزمة باتوا شهر من برا، فما بالك الناس اللي ما نزلهم تضرروا. هنا الأزمة النفسية اتضحت من خلال وجود اضطراب ما بعد الصدمة أو خوف من إعادة المشهد الصدمي. مش نقصده بهذه الحاجة؟ أنه راح تزيد تعاود ترجع الكارثة، وهذا هو خوف الإنسان. مواجهتها لازمها مساعدة متخصصة أولا، والشيء الثاني هو المساعدة الطبيعية المعروفة، أما النفسية تجي في البداية وفي النهاية. البداية هي التوعية والتحسيس كما نقول، يعني التوعية والتحسيس وخفض النوبة أو خفض صدمة النوبة أو هول الصدمة، بعد ذلك يجي المتابعة للالتزام بالصدمة، يعني جات بين الصدمة نلتزموا ونتقبلوا هذه الصدمة ونمشي. طيب دكتور، تحدثت عن التشخيص وطريقة العلاج، هل تختلف هذه الطرق سواء طريقة العلاج أو التشخيص باختلاف الفئات العمرية؟ يعني ليست نفس المعاملة عند الطفل مع الشيخ الكبير والشاب في مقتبل العمر. نعم سيدتي، شوفي الدفاع المدني راه بعد يتعلم وبعد يقرأ الكوارث، مواجهة الكوارث أول حاجة من ناحية
يعني العمليه واليدويه، كما الحمايه المدنيه الجزائريه والدفاع المدني الجزائري، يعني بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، كانوا في اوج الاحترافيه من الناحيه النفسيه، لانه كنت نتابع فيهم من الناحيه النفسيه كانوا محترفين، يعني حاله الهدوء اللي كانت عندهم والاستقرار اللي كان عندهم في مجابهه الكارثه دليل على وجود خبره عمليه ميدانيه. هذه النقطه اوليه. قبل ما نروح لك الفئات، التكفل الفئات، لازمنا نعرف اول حاجه كل كارثه وش فيها، يعني كل كارثه وش فيها. يختلف الدفاع النفسي عن يعني العلاج النفسي او المتابعه النفسيه في الكوارث، منها الزلازل ومنها الفيضانات والحرائق وايضا الحوادث السير والحروب، يعني تختلف كل واحده على حدها، يعني عندها خليه خاصه بها في التعامل في هذا الجانب. الشيء الاخر والمهم في هذا الدفاع الواضح وهو التكوين الخاص في التعديل نفسيه الناس. لازم دائما نعطيه في حاله الصدمه، لازم نعطيه دائما النوبه ربع ساعه الى نصف ساعه، نوبه الهيجان الانسان، لانه ما نقدروش يعني واحد في حاله خوف شديد احنا نقول له ما تقلقش، اطمن ما تقلقش، لانه منشرح نخفض حاله النوبه، وانما نسمحوا بالنوبه تجي بعد ذلك باش نمتصوا الصدمه. اما الفئات العمريه في الاطفال الصغار يعني يكونوا قراب للصدمه النفسيه لانه حاجه جديده، يعني منبهت يعني وما يقدرش يتحرك. الكبير يتكون عنده رد الفعل، يعني رد الفعل ريفلكس، يكون عنده الريفلكس يحاول انه يكر ويفر، يعني يا يقدم يا يهرب، هي قاعده اساسيه. كبار السن يعني قادر يواجهوا هذا الامر ولكن يصرى لهم بعد ذلك، يعني بعد الخوف من الصدمه، يعني كل الفئات يصرى لها ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمه. اضطراب ما بعد الصدمه هو انه يصرى الانسان بعد نهايه الكارثه كارثة أخرى داخلية، أنه يبقى يعاود في المشهد، يعني قال يرجع له في راسه، يصرى له أرق، يعني دائما في حالة هيجان، في حالة قلق، يخاف من أشياء جديدة، تكون عنده ليفوبي، ما يقدرش يتجاوز الحادث هذاك، يعني يولي يشوفه دائما، وتظهر من خلال يعني صحته النفسية أنها تبدأ تدهور، وهذه هي الخطر الكبير. عندنا اكتئاب، يعني في فقد الناس والأحبة والأهل، في فقدهم يحدث اكتئاب أو حداد الاكتئاب. يعني هنايا بالطبع حزن طبيعي ولكن يوصل الى ما بعد، يعني يختلط بين الصدمه والقلق ويزيد معه الاكتئاب، يؤثر لنا اضطراب شديد. لذلك الكوارث الطبيعيه الناس باش تخرج منها دائما تكون بين 5 سنوات الى 6 سنوات، يعني مش فقط في مده عام. ولكن الان بتطور تخصص علم النفس العيادي والصحه النفسيه اصبحت تواجه الكوارث وان قللت معدل الشفاء في الكوارث. نهزوا ايضا يعني كاين دراسات ممتازه في الجزائر حول الصدمات اللي عاشتها الجزائر خصوصا القشريه السوداء، ونجيو معها الزلازل اللي حدثت في تلك الفتره او قبل تلك الفتره، نشوفوا باللي كانت دراسه واضحه معدل الاضطراب تاع PTSD او اضطراب ما بعد الصدمه ارتفع في الجزائر. لذلك الفئات اللي لازم نحددوها والعمريه هي كل الفئات، الاطفال عندهم عمل خاص، المراهقين عندهم عمل خاص، الراشد عنده عمل خاص، والمسن عنده عمل خاص، كقاعده مهمه. والدفاع المدني كما قلت لكم، الدفاع المدني في الجزائر راه مهيئ نفسيا، لانه كي نتابع وجوههم يعني وجوه لونجاج بالكور، لغه الجسم تاعهم والتعامل تاعهم مع الازمه، نفهموا بلا راهم مهيئين كعامل نفسي جيد. طيب دكتور، وجود تاريخ عائلي لأحد الأمراض النفسية ممكن يزيد من خطر أو من احتماليات الدخول في أزمات نفسية بعد صدمات؟ نعم سيدتي، هذا ما يعرف بالقابلية للمرض، القابلية للمشكل النفسي. نلقاو يعني إذا كانت العائلة لديها تاريخ مرضي نفسي بغض النظر إن وجود عقلي، كاين المرض العقلي، نعم ينتقل المرض العقلي في بعض الأحيان، ينتقل لأنه حدود التشخيص لدينا في دلالة العلاج النفسي أو دليل تشخيص الأمراض العقلية والنفسية، يقول لك العامل اللي تطرحه الأولي عامل الوراثة، أسكو كان كاين واحد في العائلة عنده مشكل هو نفسي أو عقلي. نعم تنتقل، خصوصا إذا كانت دينامية الأسرة عندها طابع قلق أو يميل إلى القلق، نعم راح يكون أقرب إلى المشكلات النفسية محض. هذا كقاعدة أساسية، لأنه يعني ينتقل، لا هو المشكلة هو مش يورث تماما ولكن تورث القابلية، يعني أنه الإنسان تكون عنده قابلية للقلق وفق ما موجود في دينامية الأسرة. جميل. طيب عن عواقب الإغفال عن معالجة هذه الأزمات والاضطرابات النفسية بعد الأزمات، إلى أي مدى ممكن تؤدي الفرد عند إغفاله عن علاج هذه الأزمة؟
يعطيك الصحة، هذا سؤال مليح بزاف ومهم. شوف يا سيدتي، بعد العشرية السوداء وبعد الزلازل اللي حدثت في الجزائر، نعم لاحظنا فئات من الناس، وحاليا كي نمشيو في الطريق نلقاو في أشخاص يعني فقدوا عقولهم ولا عندهم اضطراب ولا مشكلة، نلقاهم يدوروا يعني ويتكلموا وكذا بدون بريزون شارج، يعني بدون تكفل. هنا راجع إلى شيء حدث له في الماضي أو صدمة حدثت له في الماضي لم يتم التعامل معها. يعني دراسة المشكلة والأزمات النفسية، معدل يعني الاستشفاء العقلي أو الطب العقلي في نعم الجزائر ارتفع، خصوصا ما بعد التسعين وروح ارتفع، لأنه تم فهم هذا الاضطراب ونتيجة هذه الاضطرابات بأسباب واضحة إلى كوارث يعني مختلفة ومتنوعة. إذا غفلنا النظر خصوصا عن لا بي دي اس دي، أنا لا بي دي اس دي ما نحبوش نلعبوا معها بتعبير ثقافي، الاضطراب ما بعد الصدمة ما نحبوش نلعبوا معاه، لأنه يخلي الإنسان يتدهور، يبدأ يتدهور شكله هندامه، يبدأ يتدهور معاه تصرفاته، بعد ذلك تبدأ يتدهور معاه ما يعرف بالقلق نحو الشيء، وبعد يتدهور معاه معدل الأفكار اللي في راسه، بعد ذلك يصرى انجراف إلى الفصامات الحادة للاضطرابات العقلية، وفي منهم اللي تعطل حياته بغض النظر عن وجود اضطراب عقلي راح تعطل حياته. الهدف ليس هو يعني الهدف ليس هو نزع هذه الصدمة تماما، وإنما تكييف الإنسان. يا سيدتي، أي تجربة صرنا في حياتنا هي تجربة سلبية إذا كانت فيها نتيجة سلبية، ولكن نحن نخرج بنتيجة إيجابية لأنه نتعلم كيفاش نواجهه، وهذه هي طبيعة الإنسان منذ ملايين السنين، يحب دائما يتعلم، يحب دائما يبحث أنه يلقى. قديما كانوا يبنيوا الناس الدار بعد ذلك تريب، وش ولاو يديروا؟ صارت لنا مشكلة رابطة الدار، الآن لازمنا لي سيبور باش نعدلوا الدار. وهكذا هذه هي التجربة، فائدة التجربة. الإنسان اللي صارت له تجربة مخرج من هذه الأزمة، فهنالك خلل نفسي عليهم بالمتابعة النفسية ولو بالأمور النفسية. البسيكولوج هو ماهوش يهضر معاك برك، راكم خاطئين، ان الانسان البسيكولوج ماهوش يقعد معاك ويهضر، هذيك عمليه التفريغ تحدث في بدايه الحصه او حصه ثانيه بعد الحصص الاخرى، وهي البروتوكولات العلاجيه عن طريق تقنيات، تخرج من الازمه عن طريق تقنيات. الانسان يبدل نظرته للحياه ويتعامل بتقنيات جديده. البسيكولوج، ثقافه البسيكولوج، مش اي انسان يروح للبسيكولوج بين قوسين بمصطلح ثقافي انه مهبول، خطا كبير، وانما اللي يروح للبسيكولوج هو الانسان اللي يحب يعاود كيف حياته على ديناميه المستقبل. علينا ان نتكيف مع الحاضر. ما تقدرش تقول لي ما نقدروش، ولكن لازمنا نتكيفوا مع الحاضر بغض النظر عن النقائص اللي فيه، نمشيو مع بعض، نمشيو بدرجات، لانه كثره الكلام وكثره بدون يعني فهم نمط الحياه وفهم استراتيجيه مواجهه الحياه فهنالك ازمه. نعم لذلك لازم نعنيو بالفكره. البسيكولوج اخوتي ما يعنيش فقط بالامراض العقليه، الامراض العقليه هذاك في جهه يعمل فيه في جهه، ولكن الامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه قادره تحد من حياه الانسان، وما فيهاش عيب انه يلجأ الى مساعده متخصصه. نعم طيب دكتور، هناك فئه من الاشخاص عند وقوع الحادث او الكارثه يتسمون بالصلابه، بالقوه، بالاتزان، لكن بعد استقرار الحادث وكل شيء يصبح جميل وجيد، هنا تظهر الصدمه المتاخره. كيف نتعامل نعم. مع هذا النوع من الاشخاص؟ يعطيك الصحة، أنت كيف فسرتي لا بي دي اس دي بطريقة بسيطة؟ اضطراب ما بعد الصدمة، هذا هو اضطراب ما بعد الصدمة. الإنسان يواجه هذيك الحالة وبعد ذلك يتدهور، هو هنا عودة المفقود حاجة كبتها. يعني أنا نفضل أنه الإنسان كي تصرى له أزمة أنه يواجهها ويهضر عليها، يحكي عليها في اللحظة، لأنه هذا يصرى تراكمات. كما مثلا إنسان يروح للعمل كل يوم هو مش قادر يعمل، وتصرى له صدمه ويزيد يواجه، يصرى له صدمه ويزيد يواجه، يصرى له ما يعرف بالاحتراق النفسي، وهو عدم القدره على التجديد مهما فعل، وهذا هو المشكل. علينا في بعض الاحيان انه نديو بريك، يعني توقف بريك. انا اليوم انا حاسس بالضعف، لازم نلجا الى مساعده متخصصه تساعدني، لانه اذا كبتنا، شوفوا الناس اللي صرا لهم باغ اكزومبل مرض في لاتونسيون، ولا باغ اكزومبل السكر بعد ما حملوا، وخصوصا الامهات الجزائريات، يعني تلقاها مثلا حملت من نهار الضربه واحده. علاش؟ لانه كميه المكبوت وعدم المواجهه الشيء يعني يخلي برك، يعني كلمه تخلي برك، معليش، قادره تولد ما يعرف بعوده المكبوت والامراض السايكوسوماتيه. الامراض السيكوسوماتيه هي الامراض النفسو-جسديه التي في بعض الاحيان تنطلق نفسيه وتولي جسديه، واللي تنطلق جسديه وتولي نفسيه.
خطر كبير. الانسان اللي يشوف في روحه اليوم مش قادر يواجه الحاجه هذه، يحاول انه يواجهها، ولكن بعد ذلك يلجا الى مساعده متخصصه، بس ما تصرالوش لا شوت، يعني سقوط الحر ضربه واحده، نعم لانه القوه لازمها التكيف فقط وليست المواجهه بقوه. تلقى الانسان يعمل 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 يعمل، يجي نهار ينهد. علاش؟ لانه هو عمل فوق طاقته، وهذا هو ما يعرف بالاجهاد او ستريس. نعم الستريس التوتر اول حاجه، ماشي الكونسير اللي يقتل في العالم، ماشي السكر هو اللي يقتل في العالم، الستريس الاجهاد هو رقم واحد، هو المشكل. جميل. طيب عندما نتحدث عن الصدمات النفسية نتحدث أيضا عن الدعم النفسي والمرافقة، ما مدى أهمية هذا الدعم سواء من الأفراد، العائلة، من المجتمع، من المحيط، من أيضا أخصائيين، ما مدى أهميتها خلال رحلة التعافي؟ يعطيك الصحة، شوفي نعطيك أهمية، الأهمية بطريقة بسيطة. إيماجيني واحد مثلا يكون ساكن في منزل، المنزل هذاك يشوف في حياته بناه مدة طويلة، مدة طويلة، في لحظة انهار هذاك المنزل، وش الإنسان؟ يعني كانت حياته هكذا ولات هكذا؟ يعني لأنه دخلت فكرة جديدة أنه صايب خصت حياتي. هنايا ما توليش تعوض الحالة المادية، وإنما تولي تعوض الحالة النفسية، وهي الالتزام والتقبل، إخراجه من الحالة هذيك، وهكذا يكون الدعم يا سيدتي. مش باريكزومبل نقول له لا لا ما تقلقش، وانما نخليه يتقبل الازمه اللي صارت له وينقاش باش يعوضها، ولكن مش في اللحظه بعد. هو مثلا هو في كارثه، احنا نقول له خلاص نورمال، نعم هكذا يولد ما يعرف بالانفجار. المساعده الاسريه مهمه، على الاهل انه يتكافئوا يعني في هذا الجانب خلال الكارثه، لانه اوبليجي علينا انه نواجهه. الانسان اللي شاف شخص أضعف منه وهو أقوى منه يعاونه، اللي شاف الإنسان يعني بحاجة له يعاونه. الشيء الآخر المهم وهو تدخل المساعدة المتخصصة. أنا أتمنى أنه على الوزارة الجزائرية أنه تدخل يعني تكوين خاص بالبسيكولوج في هذا الجانب، يعني تكونهم، لأنه التكوينات رانا نحاولوا أنه نكونوا زملاء اللي يتخرجوا حديثا وفق الشيء اللي نقدروا، يعني ما قدرناش يعني نعطيهم تكوين كامل، لأنه الجهة اللي محكمة التكوين ما زالت في بلاتفورم قديمة، لازمنا بلاتفورم جديدة باش نواجهوا، لازمنا هذا التكوين لازم يمشي في مساره الحقيقي باش يساعده أكثر. لأنه أي تدخل نفسي خصوصا في، شوف أجازت علينا أزمة كورونا، أزمة كورونا كان علينا أن نساعد الناس، نعم ساعدناهم من الناحية النفسية، ولكن تم يعني ما وصلناش إلى النقطة الكافية، لأنه عدم وجود التكوين هو السبب، هو السبب الأول. لذلك علينا أن نساعد أكثر بغض النظر على وش عندنا، وعلينا أن نستخدم العلاجات الحديثة نعم باحترام. شكرا لك دكتور حسام زرمان، أخصائي نفسي، على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه النصائح. شكرا لك. إذا مشاهدينا كانت هذه فقرة ضيف الغرفة لنهار اليوم، بقيت الفقرات متواصلة بعد الفاصل.